في موضوع يتعلق بالعلاج الطبيعي أو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي اللي قرر المجلس أصدر قرار بعدم قبول أو قيد أو الاعتراف بأي خريج من الجامعات الخارجية أيا كان نوعها من سنة بدءا يعني من سنة 2023. والأسباب اللي عددها مجلس النقابة في هذا القرار اللي هو موجود يمكن أمام حضراتكم إنه الحد من ظاهرة حصول أبنائنا المصريين على شهادات من الخارج ودراسة ووضع حلول جذرية مع المسؤولين في يعني للحد من هذه الظاهرة. طبعا هذا الموضوع يعني بين مؤيد ومعارض. خلونا نشوف أبعاد هذا القرار، ليه اتخذ، ايه الأسباب الحقيقية، ايه مدلوله، ايه مغزاه. دكتور سامي سعد النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي معايا دلوقتي على التليفون. دكتور سامي مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور عمرو بيه، وتحياتي لسعادتك وتحياتي لأسرة البرنامج. اهلا بحضرتك. لماذا عدم قبول قيد او الاعتراف بالحاصلين او بالخريجين اللي جايين من الخارج؟ بداية أنا بشكرك بشكل شخصي دكتور عمرو لأن احنا التقينا في عدة مواقف خاصة بالدخلاء والأدعياء على المهنة، وكان من بارك له الفضل العظيم في ترويض هذه الظاهرة. ظاهرة أخرى دي مهتمين بها كهدف قومي كهدف وطني. أنت عارف أن حضرتك احنا لا نستطيع، احنا جزء من الدولة واحد منافذها واحد روابطها، حريصين كل الحرص على ان الاتفاقات الدوليه او التبادل الثقافي او معامله الدول بالمثل ده امر متفق عليه لا نستطيع ان نعدله او نغيره، وملتزمين بما اتفق عليه الدوله من معاهدات دوليه واتفاقات دوليه بناء على اتفاقية الجاس اللي هو تحرير التجارة وخاصة في مجال التعليم. تمام. لسه أنا سامع برنامج حضرتك عن الصندوق السياسي الذي استطاع أن يستثمر يجذب استثمارات 3.3 مليار دولار من الصناديق يعني السريع العربية، مبلغ ضخم. فخامس السيد الرئيس ناشد أكثر من مرة أن التعليم جزء منه عايز استثمار. لما تردد علينا العديد من الأسر المصرية وأولادهم وأبنائهم، أنا انزعجت حقيقي من هذه الظاهرة الغريبة بعد تدني مجموع الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، مما دفع أولياء الأمور البحث على بعض الدول العربية الشقيقة في قيد أبنائهم بالخارج. تمام. هذه الظاهرة يعني للأسف الشديد أثارت استهانة، وخاصة أن بعض الدول العربية بتستقبل طلابنا بالعملة الصعبة، وإن حضرتك عارف وضعنا الاقتصادي الآن، وعارف حضرتك مدى هروب الدولارات خارج مصر. إحنا اجتمعنا كمجلس نقابة على مدار أكثر من 4 ساعات، وضعنا عدة معايير وعدة ضوابط، قلنا الاتفاقيات الدولية ما بين مصر والدول الأخرى لابد أن تكون أساسية في التعامل، وأيضا إذا كانت هناك دول بينها وبين مصر تبادل ثقافي فلا غبار عليه. جميل. وأيضا أن هناك في بعض الدول بتعامل المصريين بالمثل فلن طيب نستطيع. فين المشكلة لغاية دلوقتي؟ ما فيش مشكلة. المشكلة الحقيقية أنه فوجئنا أن أبنائنا وأولادنا من أبناء الثانوية العامة الحاصلين على أقل الدرجات ولتكن 51% أو 52% ثانوية عامة أو أزهرية، وقد تصل المجالات إلى حاصل على العلوم الأدبية ويدخل المجالات الطبية. حضرتك طبعا دكتور وعارف معنى ايه ان يكون حاصل، يعني يكون مخلص ثانويه عامه ادبي ويجي أدبي يسجل بيلتحق بالكليات الطبيه، وده امر غريب انعكس بالسلب على مدى وبالتالي انتم اصدرتم هذا القرار يا دكتور سامي. اصدرنا هذا القرار بضوابطه عشان نقدر نحافظ
على اولادنا. احنا انا لدي 47 كليه. جميل جدا. طيب انا استاذنك بس يا دكتور سامي، انا عايز اشرك معايا الدكتور علاء بلبع، استاذ العلاج الطبيعي وعميد كليه العلاج الطبيعي بجامعه القاهره سابقا، ربما يكون عنده راي اخر في هذا الموضوع. دكتور علاء مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. متهيألي سمعت الدكتور سامي سعد، ايه راي حضرتك في هذا القرار؟ نعم يا فندم، طبعا يا فندم. بدايه دكتور عمرو انا بشكر حضرتك على المداخله ومناقشه الموضوع ده، مهم الحقيقه، لان البلبله حصلت كتير جدا لابنائنا واهاليهم داخل مصر وخارجها الحقيقه. بداية أنا عايز بس أوضح حاجة، في قانون اسمه قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي اللي صدر سنة 85. القانون ده بينص على أن يكون طالب الترخيص لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي مصري الجنسية أو حاصل على جنسية من أحد الدول من رعاية الدول التي تعامل المصريين بالمثل. تمام. وده طبعًا حق أصيل لمصر. تمام. كويس؟ البند الثاني أن يكون المتقدم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة حاصل على بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية. تمام. من أي جامعة مصرية، حكومية أو خاصة أو أهلية. تمام. كويس؟ ده قانون. النقطة اللي بعد كده أن يكون حاصل على بكالوريوس العلاج الطبيعي شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقاً للقانون واللوائح الخاصة بذلك. القانون يا دكتور عمرو لا يجب إلا قانون. تمام. القانون لا تجب لوائح ولا قرارات مجالس ولا اجتماعات جمعية عمومية. أنا عندي قانون لا يجب إلا قانون. وبالتالي أي حاجة، أي واحد حاصل على بكالوريوس العلاج الطبيعي من أي كلية في أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها، كلمة ما يعادلها، مين اللي بيعادل الشهادات؟ مين اللي منوط بيه؟ اللي هو المجلس هو الاعلى للجامعات، مش كده؟ بالظبط كده يا دكتور عمرو، بالظبط. طيب يعني بس هل يعقل يا دكتور علاء انه يكون مثلا اوكي حصل على هذه الشهاده من احدى الدول وهو عنده ثانويه عامه ادبي؟ لا طبعا يا فندم، احنا عندنا اشتراطات بتاعتنا. المجلس الاعلى للجامعات عشان يعادل شهاده ما بيعادلهاش كده. المجلس الاعلى للجامعات احنا اسمه المجلس الاعلى، عنده لجان اسمها لجان المعادلات، منبثق منها لجان فنيه متخصصه. يعني انا جاي لي واحد بشهاده من بره بكالوريوس هندسه، يبقى انا عندي لجنه فنيه متخصصه في الهندسه عشان تشوف المناهج والدراسه اللي هو درسها هل تعادل عندنا ولا لا، وبناء عليه يمنح ان هو يمارس المهنه دي داخل مصر ولا لا. جميل جدا، جميل جدا. يعني حضرتك قلت يعني نقطه مهمه جدا، وهي انه يعني هذه المسألة يحكمها القانون وليس اللوائح. رأي حضرتك إيه يا دكتور سامي؟ تاني أنا أكدت مرارا وتكرارا أن هناك اتفاقات دولية وهناك تبادل ثقافي وهناك معاملة بالمثل. لا نقترب من مثل هذه الأمور لأن دي أمور متفق عليها في القانون. ولكن طيب، اعتراضنا الشديد على التدني في مجاميع الثانويات العامة ونوعيتها، وهي الحصول على الثانوية العامة الأزهرية وقسم أدبي أن يلتحق بإحدى الكليات الطبية. ما هو الدكتور علاء بيقول إنه اللجان الفنية اللي في المجلس الأعلى للجامعات بتشوف الطالب حصل على ثانوية أزهرية ولا ثانوية عامة أدبي ولا رياضة. لم يأتي من المجلس الأعلى للجامعات لجنة المعادلات معادلة بتفيد أن من تقدم بالقسم الأدبي يتم اعتماده للقيد بالنقابة. فهذا أمر أول مرة أسمعه ولا أستطيع أن أجادي به، لأن نحن نسير وفقا لقوانين وقواعد، لأني لا أستطيع أن عدد كليات العلاج الطبيعي داخل مصر 47 كلية سواء حكومية أو أهلية أو خاصة أو أفرع أجنبية داخل مصر الجميع يتم قيده نظرا لأن الشهادة حاصلة من دولة المنشأ اللي هي دولة مصر. طيب، نتحدث عن الدول التي تمنح درجة البكالوريوس
أقل بكثير من عدد السنوات أو عدد ساعات الاعتماد من مصر. أيوة دي النقطة، دي المعادلات دي نقطة مهمة. معادلة دون توافق هذا الأمر فبيتم رفضه. مش من المنطق إن إحنا مصر 6 سنوات دراسة 5 سنوات ذات امتياز، ويأتي دولة 4 سنوات أو 3 سنوات وأعادله. مفهوم. المشكلة مش في النقابة، المشكلة في لجنة المعادلات. وحتى لو لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات ليست هي قرآن إن تقول لي دولة بتحصل على 3 سنوات أو 4 سنوات، أجي أعادلها بقرينه المصري الذي حصل على أكثر من 6 سنوات. كلام واضح، كلام واضح، ويهمني أسمع أسمع رأي الدكتور علاء فيه. بعد إذن حضرتك يا دكتور عمرو، الحقيقة الكلام اللي أنا سمعته هو مخالف للقرار اللي احنا شايفينه. القرار اللي احنا شايفينه يا دكتور عمرو بيقول إن النقابة في جلستها منعقدة في 19/8 بالموافقة بعدم قبول قيد أو الاعتراف بأي خريج بالجامعات الخارجية أيا كانت نوعها. أيا كانت نوعها. يبقى احنا هنا ما قلناش ان الشهادات اللي هي لا ترقى ان هي بالمستوى او اللي هي دون المستوى او اللي هي من خريجين ادبي، ما قلناش الكلام ده. احنا قلنا من اي كلية من اي جامعة ايا كانت. احنا عممنا الكلام ده. انا عايز بس الدكتور، الدكتور سامي بيشير دلوقتي الى مسألة الدول التي فيها يعني كليات علاج طبيعي اقل سنوات الدراسة فيها اقل. مين اللي حدد؟ مين اللي حدد يا دكتور عمرو؟ احنا عندنا المجلس الاعلى للجامعات ولجنة المعادلات. ما هو بيقول لك يعني الدكتور سامي بيقول انه قرارات المجلس الاعلى للجامعات او توصياته مش مقدسة. دي يا فندم، يا فندم، يا فندم، قرارات المجلس الاعلى للجامعات تحفظ شديد جدا، ومن حقنا ان نعترض على لجنه المعادلات التي لا توازي الخريج الذي يتخرج من الخارج بالخريج الذي يحصل على درجه البكالوريوس داخل مصر. انا عايز بس اوضح حاجه يا دكتور عمرو. احنا لو اعترضنا على المجلس الاعلى للجامعات وعلى لجان المعادلات يبقى احنا بنعترض على التعليم في مصر. لما احنا نيجي النهارده نقول ان احنا مش هنعترف بالشهادات من اي دوله خارج مصر، يبقى انا كده بقول لاداره البعثات اقفلي، لان انا مش هعترف بالماجستير والدكتوراه من اي حته. لما انا اجي اقول كده بس هو الدكتور، الدكتور سامي حدد يعني نقاط معينه او ظروف معينه يعني بتتيح لي انه يرفض قيد هؤلاء. اي طالب يا فندم على اقل من الثانويه العامه في نظيره لمصر لن يقيد، وهذا ليس بجديد. مثلما افعل فعلت نقابه الاسنان افعل، ومثلما فعلت نقابه البشرين افعل، لان هذا حق اصيل ان احافظ على الدستور المصري في مبدا تكافؤ طيب. الفرص ما بين الخليج المصري والخليج المصري لخارج مصر، فلما ان يكون هناك توازن. ولذلك بيحصل ايه يا دكتور عمرو؟ بيحصل لما بيحصل على درجة البكالوريوس من الخارج بيتم معادلته وبيتم زيادة في ساعات الاعتماد، وبيتم أيضا لابد أن يقضي سنة الامتياز داخل مصر. مفهوم. الفوارق اللي بنتكلم فيها مفهوم. يعني احنا قررنا ان احنا نعرض هذه القضية النهاردة لانها قضية بالتأكيد بتهم عدد كبير جدا من الطلاب اللي هم بيدرسوا علاج طبيعي بره، واستعرضنا رأيين لشخصيتين محترمتين، الدكتور سامي سعد النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، والدكتور علاء بلبع أستاذ العلاج الطبيعي وعميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة سابقا، ودينا الفرصة لكلا الضيفين الكريمين علشان يقول رأيه في هذا الموضوع. لكن يبدو أنه الموضوع يعني هيحتاج مننا إلى وقفة أخرى، ربما تكون وقفة يعني كبيرة في الوقت أو مساحة زمنية أكبر، لأنه الوقت بتاعي انتهى في هذه النقطة تحديدا، لكن النقاش لا يزال مفتوحا حول هذه القضية. وأنا أتشرف طبعا في المرة القادمة بحضور كل من الدكتور سامي سعد والدكتور علاء بلبع علشان نعرف إلى أين ستنتهي هذه القضية. بشكركم شكرا جزيلا دكتور سامي سعد والدكتور علاء بلبع، وعذرا لضيق الوقت.